إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين بحمص، رسالة البناء في مواجهة التدمير والعلم في مواجهة الجهل. وصول عشرات الأسر إلى مناطق سيطرة الدولة قادمة من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في إدلب. انتهاكات المحتل التركي مستمرة، انخفاض غير مسبوق في منسوب نهر الفرات يهدد بكارثة زراعية وبيئية. أهلا بكم مجددا. عام 2009 انطلق المركز الوطني للمتميزين في حمص منارة علمية وطنية، وكان هدفا للإرهاب عام 2012، فغادرت كوادره وطلابه ليتنقلوا بين عدة محافظات في مراكز مؤقتة، حاملين معهم تطلعاتهم وإرادتهم التي لم تنكسر. واليوم يعود المركز بألق جديد وتطلعات أكبر في المناهج والاختصاصات وأدوات التعليم والكوادر. قبل 13 عاما كان رئيس الأسد حاضرا في انطلاقة هذا المركز، واليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد بعد إعادة افتتاحه في حمص، شارك رئيس الأسد كوادر المركز وطلابه رسالة الفرح والفخر بالعودة والأمل بالقدرات والإمكانيات والإنجازات، رسالة البناء في مواجهة التدمير، العلم في مواجهة الجهل. رئيس الأسد طلع خلال زيارته على الأقسام المخبرية والتعليمية، اجتمع مع مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع ومجلس الشؤون العلمية لمركز المتميزين ولجنة الخبراء والمختصين، وناقش معهم طروحاتهم وأفكارهم حول النهوض بالتعليم بما يتماشى مع التغيرات العلمية والاقتصادية وكيفية دعم المسار البحثي لينعكس في قطاعات الإنتاج والخدمات. انعكاسا لحالة الرعب التي تعيشها قوات الاحتلال الأمريكي بعد سلسلة الاستهدافات التي تعرضت لها قواعدها غير الشرعية في المناطق التي تحتلها في سوريا، علمت قناة سما أن تلك القوات تعمل على تركيب بطاريات دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة. ذكرت مصادر إعلامية أن حالة التأهب ورفع الجاهزية القتالية لقوات ما تسمى التحالف الدولي الذي تقوده قوات الاحتلال الأمريكي بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي ما زالت متواصلة في قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية ضمن منطقة 55 كيلومترا منذ الاستهداف الأخير للقاعدة في آب الفائت. وصلت عشرات الأسر خلال السورية خلال الساعات الماضية وعلى عدة دفعات إلى مناطق سيطرة الدولة عبر ممر التايها بريف حلب، قادمة من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في إدلب. أذكر مراسل سما أن العائلات وصلت إلى المناطق الآمنة بحماية الجيش العربي السوري مع جميع أمتعتها وممتلكاتها وآلياتها، مشيرا إلى أن كل من لديه مشكلة لدى الجهات المختصة سواء أكان من المطلوبين أم الفارين من خدمة العلم ستتم تسوية وضعه في مركز التسوية الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر. الأهالي كلياتهم راح يكونوا متجهين على خان شيخون على مركز التسوية ليستفيدوا من مكرمة السيد الوطن السيد الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد ويرجعوا لحياتهم المدنية مثل ما كانوا عايشين ضمن بيوتهم ضمن أهلهم، والفضل لله الأمور للخير بوجود المحبين لها الوطن ومحبين لسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد. الله يعطيه العافية سيادة الرئيس،
على مكرمته اللي أكرمنا إياها، وإن شاء الله أخوتنا بالشمال بيلحقونا كمان. أنا بقول للي هنيك كل من يرجع على أرضه وعلى داره شايف شلون أضبط من هنيك يعني. والله صلنا بجي سنتين سنتين ونص هي مذلب، ويعني وجينا لهون على وطننا على أرضنا على رزقنا، ونشكر سيادة الرئيس على التكريمي يجي الشكر. صرنا 3 سنوات وعم ننطر اللحظة اللي نقدر ننفض فيها عرض الوطن، والحمد لله فضل مكرمة السيد الرئيس ها نحن جينا، وإن شاء الله الله يديم الرئيس على رأس الوطن ويعمل وطننا أول جديد. نتمنى من كل أخوتنا هناك في الشمال يلحقوا فينا، لأنه لقينا كل صدر ورحب. صار لي 3 سنين نازح، واليوم عملوا تسوية وضع، واليوم أنا راجع لحد من الوطن مشان أخدم جيش. أنا صار لي 3 سنين من يوم رحت شمال ما كنت مطلوب جيش، واليوم مطلوب، هلق رايحين على مركز التسوية خان شيخون. كثف الجيش من رمايات نارية على مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه ردا على تصعيد خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد واعتداءاتهم على القرى الآمنة، في حين خاضت وحدات منه اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية خلال مواصلتها تطهير قطاعاتها. أكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة استهدفت برمايات مدفعية مكثفة مواقع مسلحي ما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها النصرة في العنكاوي والزيارة والسرمانية بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العاملة بريف إدلب بقصف مدفعي نقاط تمركز المسلحين في بنين ودير سنبل وسفوهن والبارة وكنصفرة وكفر عويد وسنان ورويحة وفليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضح المصدر أن رمايات الجيش واستهدافاته جاءت ردا على اعتداءات مسلحين من غرفة عمليات الفتح المبين على نقاط عسكرية للجيش في محاور بريف إدلب بقذائف صاروخية، وكذلك اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية أول أمس على قريتي جورين ونعور جورين بريف حمامة أدى إلى إصابة مدنيا بجروح. وفي البادية الشرقية خاضت وحدات من الجيش اشتباكات مع خلايا من تنظيم داعش خلال مواصلة الجيش عمليات تمشيط البرية في بادية دير الزور الغربية لتطهيرها من الدواعش، وذلك وفق قول المصدر الذي أشار إلى أن صعوبة تمشيط بعض المحاور المزروعة بالألغام لا تحول من دون استكمال عمليات الجيش في القضاء على داعش وتدمير أوكاره. صعد مرتزقة الاحتلال التركي من ممارساتهم الإرهابية في منطقة عفرين شمال غرب حلب، إذ لم يكتفوا بالاعتداء على الأهالي بغية ابتزازهم ماليا وتهجيرهم وسرقة منازلهم، بل تعدوا ذلك ليطول إرهابهم سكة الحديد هناك التي قاموا بسرقتها وبيعها خردة بعد تفكيكها. من جانب ثاني، وبتهمة التجسس والتعامل مع سلطات النظام التركي وإعطاء إحداثيات للمواقع، تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قسد تواصل اعتقال نحو 90 مواطنا من المناطق التي تسيطر عليها ما تسمى الإدارة الذاتية. جددت قوات الاحتلال التركي عدوانها بالمدفعية على ناحيتي تلتمر وأبو راسين بريف الحسكة. ذكرت مصادر أهلية أن المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بقذائف المدفعية والهاون على قرية الكوزلية بريف تلتمر الغربية بالتزامن مع عدوان على عدد من قرى ناحية أبو راسين شمال غرب المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. ممارسات الاحتلال التركي في تخفيض منسوب مياه الفرات باتجاه سوريا والعراق وانكشاف سرير النهر تؤدي بشكل يومي إلى نتائج كارثية على مستوى معيشة السوريين. في بداية عام 2021 تجلى العدوان التركي بحصر مياه نهر الفرات لأول مرة في التاريخ، بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما شكل انتهاكا للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا
عام 1987، حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا. محطة الضخ المغلى تتألف من 4 مجموعات، 1 احتياطية و3 عاملة. انخفاض مستوى النهر أدى إلى خروج المجموعة الثالثة عن الخدمة وعدم تشغيلها، بالإضافة إلى عدم إعطاء التدفقات الكافية للمجموعات الأخرى في حصص دولية لكل دولة. هذا الموضوع تم ضرب عرض الحائط به ولم يراعى هذا الموضوع، مما أدى بالتأثير على مشاريع الري على امتداد مستوى النهر الفرات. المحتل التركي لا يزال ماضيا في بناء المزيد من السدود على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق. أما الأهم على هذا الجانب فهو الانعكاس السلبي على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، فتراجع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يهدد الأمن الغذائي لعموم السوريين. كذلك فإن تراجع منسوب مياه بحيرات السدود يعني تراجع كميات الطاقة الكهربائية المولدة من العنفات وصولا إلى توقفها. بعد مرور عام كامل على انحسار الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، هذا الانحسار يؤثر على القرى المتواجدة والمدن المتواجدة على ضفاف النهر. قامت أكثر العوائل بالهجرة إلى الساحل السوري من أجل العمل، كله بسبب قطاع الاحتلال التركي نهر الفرات وقطع مياه الشرب عن الحسكة. كما تقوم اليوم قصد بقطع مياه الري عن 6500 هكتار في ريف الرقة الشرقي المحرر. تراجع كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات يعني خروج آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية عن الخدمة، سواء تلك المروية على ضفتي سرير النهر وأقنيته المائية أو التي يتم ريها من خلال مياه بحيرات السدود المشادة عليه، أي مزيد من التدهور المعيشي لعشرات آلاف الأسر التي تعيش على الإنتاج الزراعي والحيواني على طول مجرى النهر وأقنيته المائية من جرابلس إلى البوكمال. تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأصادر الجوية أن يكون الجو بين الصحو الغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، وتكون رياح غربية إلى جنوبية غربية في معظم المناطق، بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة، البحر خفيف ارتفاع الموج. كشف القاضي المستشار جهاد مراد رئيس اللجنة القضائية العليا أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين أنهت عملها بتحديد عدد المراكز الانتخابية والبالغ 7348 مركزا انتخابيا موزعة على أراضي الجمهورية العربية السورية كافة. وكان مراد قد أكد أن اليوم الأحد هو الأخير الذي يجوز للمرشح سحب طلب ترشيحه، موضحا أنه لو أراد بعد هذا التاريخ عدم الاستمرار في الترشيح فإن اسمه يبقى واردا في قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها. في تصريح لوسائل إعلام محلية أضاف مراد إنه لكون الموعد المحدد لإجراء الانتخاب هو يوم 18 من الشهر الحالي، فهذا يعني أن يوم 11 من أيلول هو اليوم الأخير وفق ما نصت عليه المادة 44 من قانون الانتخابات العامة، وذلك بأنه يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال مدة لا تقل عن 7 أيام سابقة ليوم الانتخاب. ولفت مراد إلى أن اللجان القضائية الفرعية تبت بطلبات الانسحاب فور تقديمها إليها، وتعلم المحافظة بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
افتتح الدكتور فيصل مقداد وزير الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مركز خدمة المواطن بمبنى محافظة دمشق. أكد الوزير المقداد أن افتتاح المكتب القنصلي بدمشق سيسهم بتوفير الجهد والوقت على المواطنين، مبينا أن الوزارة تسعى بالتعاون مع محافظة دمشق إلى تقديم أفضل الخدمات من خلاله. أشار وزير الخارجية إلى أن الحرب الإرهابية عرقلت عملية التطور في تقديم الخدمات للمواطنين بالعديد من القطاعات، ومع ذلك فإن الدولة السورية تسعى جاهدة وبكل إمكانياتها لتجاوز الصعوبات والعقبات التي تسبب بها الإرهاب في مختلف النواحي الاقتصادية والخدمية خلال السنوات الماضية. نحن نتطلع إلى هذا المركز على أنه نافذة جديدة للعبور إلى حاجات المواطن وتلبية هذه الحاجات، لأنه هذا هو هدف أي حكومة، هذا هو هدف الدولة، هذه هي توجيهات سيادة رئيس الجمهورية. نريد أن نقلل قدر الإمكان من احتكاك الموظف مع المواطن، وأن تجري عمليات التصديق على كل الوثائق التي يحتاجها المواطن بأسرع وقت وبأقل زمن وبأقل ثمن أيضا. عم نفتتح القسم القنصلي في مركز خدمة المواطن الرئيسي بمحافظة دمشق، يلي القسم القنصلي يلي حيكون طبعا مترابط مع 16 خدمة مركز مواطن بدمشق لتقديم كافة خدمات وزارة الخارجية وتصديق الأوراق وكافة الخدمات المقدمة بوزارة الخارجية من خلال 16 مركز خدمة مواطن موزعة بمدينة دمشق، حيقدم كافة الخدمات، بالإضافة طبعا مراكز خدمة المواطن الموزعة اللي بتقدم طبعا كافة الخدمات من سجلات مدنية وسجل عقاري سجل مدني وعدلي وسجل العاملين الموحد. طبعا نحن متوقع خلال الفترة الماضية كنا عم نصدق بحدود 500 وثيقة في اليوم، نحن نتوقع في الفترة القادمة توصل لل 1500 وثيقة، يعني 1500 مواطن براجعنا لنقدم هاي الخدمة. فإن شاء الله بنتأمل أنه نقدم الخدمة بالشكل الأمثل والأفضل، بشيء نريح الأخ المواطن، وبيكون عم نساهم بتقليل الجهد والوقت وحتى المال على الأخ المواطن. بشكل عام شو الوراء اللي بتجينا من أي مؤسسة بالدولة نشيك عليها، منشوف شو الأختام اللي ناقصة، نبعث المواطن يستكمل الأختام ونستقبلها منه، بيدفع الرسوم عنا هون، بنعطيه بطاقة مراجعة طبعا بعد ما بنعمل له معاملة كاملة بعدد الوثائق بكافة الرسوم، بيروح بيدفع المواطن بالمصرف، ونحن هون بنعطيه بطاقة للمراجعة وبيرجع تاني يوم خلال 24 ساعة كان بيستلم. هلأ بما أنه افتتحوا المكتب عنا هون بده يصير التسليم تقريبا يعني خلال ساعة. ممتازة والله ما نطرنا فورا، يعني مشونا وما خلونا ننطر بنوب والله. على أروع ما يكون. بهدف تحسين جودة خدمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت في مناطق ريف دمشق، لا سيما خلال ساعات التقنين الكهربائي، قامت الشركة السورية للاتصالات في ريف دمشق ومنذ بداية العام الحالي بتزويد 17 وحدة نفاذ ضوئية وتغذيتها بأنظمة الطاقة الشمسية في قرى ومناطق بالمحافظة. وتعمل شركة الاتصالات ريف دمشق على توسيع وتأهيل شبكات الرئيسة وفرعية في مناطق حرستا وشبعة وببيلة وتلكردي وكفرحور وديان ربيع والناصرية وعدرا الصناعية وسعسع وغيرها، بالإضافة لإنجال شبكات ومراكز الهواتف المدمرة لإعادة الاتصالات بشكل كامل. وحسب ما يقول مسؤولو الشركة فإن هناك مشاريع عديدة تعمل عليها شركة الاتصالات لتحسين خدماتها في مناطق ريف دمشق، حيث من المفترض أن تسهم أنظمة النفاذ الضوئية التي تتغذى بالكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية بتخفيف معاناة المشتركين. نظرا للظروف الحالية للواقع الكهربائي، قامت سوريا للاتصالات بوضع خطط لتدارك هذا النقص، وذلك من خلال الوحدات الطاقة الشمسية. حاليا تم البدء في صحنايا بعدد من الوحدات 3، في التل بمعربة عدد وحدات 2، في حاليا في عنا إفري، في صحنايا ركابي المارينا
وحفيرة تحته ورأس النبع بيبرود وكفير يابوس وضحية ماني أزار وكوكب وإفري حاليا قيد الوضع بالخدمة. يتم حاليا إعادة تأهيل الأبنية التي قام الإرهاب بتدميرها في مراكز الاتصالات ريف دمشق. المراكز اللي قمنا بتأهيلها في بالغوطة الشرقية 7 مراكز. المراكز هي حرس الزمالك الثقبة، المليحة، عدر العمال، عدر البلد، الحتيت التركمان. هلا نحن هون في احد المواقع في عندنا طاقه شمسيه مركبه ضمن هذا العام من شي شهرين ثلاثه تقريبا بالخدمه، مؤلفه من 12 لوح طاقه شمسيه 540 واط كل لوح، لنغذي فيهم هالامسانه المقسم اللي موجود عندنا، مؤلف من 12 لوح مثل ما حكينا، وعندنا انفرترين شمسيات، هدول انفرترين واحد منهم بالخدمه الرئيسي والثاني بيكون احتياط، بحال انه صار اي مشكله عندي على احد الانفرترات بتحول لحالها على الثاني. بدأت مديرية تربية القنيطرة بإعادة ترميم المدارس التي خرجت عن الخدمة نتيجة تضررها وتدميرها بسبب المجموعات الإرهابية، وذلك بالتوازي مع بدء العام الدراسي والجهود لتأمين الطلاب وتسهيل تنقلهم. بعد قيام المجموعات الإرهابية بتحويل السلوح العلمية إلى خراب ودمار، قامت مديرية تربية القنيطرة بالتعاون مع المنظمة الدولية غوبا بإعادة إعمار المدارس الخارجة عن الخدمة، حيث تم العمل على إعادة إعمار الجزء الأكبر من مدرسة الصمدانية الشرقية بعد تخريب محتوياتها من قبل التنظيمات الإرهابية. العمل هلا حاليا نحن في مدرسة الصمدانية الشرقية، تتألف الصمدانية الشرقية من كتلتين، الكتلة الأولى هي عبارة عن تقريبا فيها أضرار إنشائية كبيرة وتحتاج إلى إزالة بالكامل، وهناك كتلة ثانية اللي هي حاليا عم نعمل فيها نشتغل فيها عن طريق منظمة الجوبا، تقريبا أعمال الصيانة منجزة 95% تقريبا إنجاز. قمنا بإنشاء هذا البناء وهو عبارة عن كان متضرر جدا، يعني البناء جدا جدا، وخلال 45 يوم قمنا بترميمه كاملة وهلأ هو جاهز للاستخدام. طبعا تم إنجاز هذا العمل وتم ترميم البناء من داخل المدرسة ودورات المياه، والآن المدرسة هي جاهزة لاستقبال الطلاب والدوام فيها بشكل جيد. جهود مستمرة لتأمين الطلاب في بدء العام الدراسي بعدما عانوا من صعوبة في تنقلهم إلى المناطق المجاورة لاستكمال تعليمهم، حيث شملت الأعمال إزالة الأجزاء المتضررة كثيرا إلى جانب تدعيم الأجزاء البنائية وتأمين النوافذ والإدهان والبلاط للغرف الصفية، إضافة إلى دورات المياه للطلاب. نحن بلشنا بالمدرسة أول فصل وزبطوا لنا جهة جديد وكتير حلوة، استلمنا كتب ودرسنا فيها. ابتدينا بالفصل الأول وزبطوا لنا المدرسة وكتير حلوة وسلمونا كتب. بلشنا المدرسة بعد ما زبطوا لنا اياها وسلمونا كتب. ابتدينا نعطي دروس الفصل الاول بعد ما تم ترميم المدرسه بعد ما كانت مدمره، وفي اقبال كبير للطلاب. في محافظه القنيطره ينتصر العلم على الجهل، وبتكاثف جهود المعنيين تستمر اعمال ترميم وصيانه المدارس المتضرره لتوفير امكن بيئه تعليميه مناسبه لابناء القنيطره. مي أبو دقة لقناة سما الفضائية القنيطرة. تركزت جولة تمام رعد وزير الموارد المائية على مراحل سير إنجاز عدد من مشروعات مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الري في محافظة حماة. تشكل مشروعات المياه ومحطات الضخ في حماة قيمة مضافة على صعيد تأمين مياه الشرب والري لعشرات التجمعات السكانية وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وزير الموارد المائية نوه خلال جولة ميدانية له على تلك المشاريع بالقيمة المضافة لها حال الانتهاء منها ووضعها في الخدمة والاستثمار، لا سيما خط جر مياه حماة الثاني الذي تعمل حاليا على إنجازه الورشات الفنية. العمل يسير بوتيرة جيدة وأكدنا على أن يتم إنهاء هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي.
كذلك شملت الجولة مركز التأهيل والتدريب التابع للشركة العامة للصرف الصحي. هذا العقد مع شركة عامة للبناء والتعمير. نحن اليوم تعاقدنا مع شركة لإعادة تأهيل هذا المبنى بعد أن عاست العصابات الإرهابية فيه بكلفة تقديرية ما يقارب المليار ليرة سوري. تم زيارة مركز التدريب والتأهيل في الشركة العامة للصرف الصحي. هذا المركز الذي يعتبر على مستوى الشرق الأوسط كمركز تدريب وتأهيل، تمت الموافقة على إعادة تأهيل القسم التعليمي فيه والذي يحوي على قاعات ومدرج، بالإضافة إلى 72 غرفة للطلاب الملتزمين فيه اليوم الحمد لله رب العالمين، بالإضافة إلى محطة ضخ التويني ومحطة ضخ أفاميا. هذا وشملت جولة وزير الموارد المائية الاطلاع على أعمال تأهيل محطة مياه التوينة التي تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية على إعادة تأهيلها بكلفة 1 مليار وتروي 3000 هكتار، ومن المقرر وضعها في الخدمة قبل موسم الري المقبل عام 2023. بدأت بخط جرح ماء جديد الذي يستكمل في منطقتي الرستن ومنطقة الكتيبة. طبعا لاحظ السيد الوزير وتيرة العمل ووجه بضرورة رفع الوتيرة قدر المستطاع لينجز هذا المشروع بالوقت المحدد. أيضا شملت منطقة الغاب للاطلاع على محطة ضخ نهر البارد المشروع الهام. تم زيارة محطة ضخ أفامي الرئيسية ومحطة ضخ توين التي يتم العمل حاليا على إعادة التأهيل للمحطة. هذه المحطات تروي مساحة تقريبا 3564 هكتار من الأراضي الزراعية. إلى ذلك يجري حاليا تأهيل القسم التعليمي في مركز التدريب بالشركة العامة للصرف الصحي الذي يعد واحدا من أهم مراكز التدريب والتأهيل على مستوى الشرق الأوسط. حققت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماه منذ بداية العام الحالي ولغاية آب مبيعات بقيمة تجاوزت 24 مليارا و434 مليون ليرة ناتج عن تسويق حوالي 7600 طن من مادة البلت المادة الخام لإنتاج الحديد. وفي السياق أنتجت الشركة خلال تلك الفترة 7700 طن من البلت. هذا وساهمت أعمال صيانة معمل الصهر التي بدأت خلال شباط الماضي في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج، ولسيما من مادة البلت الخام الأساسية في تصنيع منتجات الحديد ورفد معامل الدرفلة. تسعى شركة سورية للمدفوعات الإلكترونية والمتمثلة بمنظومة مدفوعات للدفع الإلكتروني والمنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية سيب أونلاين إلى توسيع شريحة المواطنين للاستفادة من خدماتها. المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور أيمن ملوك أشار إلى أن عدد المطالبات المالية التي سددت عبر منظومة مدفوعات منذ إطلاقها في نيسان عام 2020 وحتى تاريخها بلغ أكثر من 11 مليون مطالبة بقيمة إجمالية تجاوزت 273 مليار ليرة سورية لخدمات بعض الجهات العامة كمديريات النقل والكهرباء والمياه والهاتف الثابت والإنترنت وغيرها، وذلك من خلال القنوات المصرفية المتاحة لأحد عشر مصرفاً عاملاً إضافة إلى شركتي الخلوي. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب ويجري تقديم العلاج اللازم لهم في المشافي. وأوضحت الوزارة أنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي وتقصي المخالطين وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمرضى، مبينة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية سيتم قطف عينات من الصرف الصحي وشبكة المياه ولاسيما من منطقة سكن المصابين وتشديد الرقابة على سلامة المياه ووضع الكلور فيها وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين. ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة. من جانب ثان أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 49 حالة دون تسجيل أي وفاة جديدة. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57,152، شفيت منها 53,833 حالة وتوفي 3,163 حالة. وكانت الوزارة أعلنت يوم الجمعة الفائت تسجيل 4 إصابات بالفيروس وشفاء 58 حالة من الإصابات المسجلة به.
أنا شو انتهت. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.